كده انا بقيت منهم. بس يا رب نفسي القط الكاميرا. فين فين المخرج بقى؟ المخرج فين؟ فين اللي المخرج بقى؟ عايز اقول بقى فين بقى؟ بقيت في وسط ال حلو قوي. الرحمة الرحمة الرحمة. السيف المطار، السيف المشنون، والسيف المسموم. ده الساحر بقى. يا رجال يا رجال. مع السلامة عليكم. عمت صباحا يا فتى. معلش انا عارف ان انت بتصور، بس حقطع الوهلة اللي هي بتجيلك دي. عايز اسأل، فين مهروس؟ مهروس اين مهروس؟ تقصد هريس ابن ابي المهروس؟ ايوه. اين فين هو؟ لقد مر من هنا منذ قليل. أيوة. وقال انه ذاهب لسوق الجواري. واين سوق المجاري هذا؟ مجاري؟ ايوه. تقصد سوق الجواري؟ ايوه. اين نقع بقى؟ تريدني ان ادلك هكذا بلا مقابل؟ يا عم هظبطك يا عم. ده بص، مفيش اكتر من الدرينين. احسن تقول ان احنا ده نلمب ابو الجدعانه يا عمنا. بس انت لو طردتنا على المخرج هتبقى جدعانه قوي. مخرج؟ ايوه. خد امسك اهو. واثنين ده واثنين نصين درهم. ايوه درهم. اترى ذلك الجبل؟ نعم. لا هناك. اجل ان سوق الجواري. ايوه. خلف هذا الجبل تماما. ايوه خلف هذا الجبل تماما. نعم. ماذا تصنع؟ انني صانع سيوف، ولن ادعك تمر من امامي قبل ان تشتري من بضاعتي وصناعتي. خرب بيتك، ده انت جسمك حلو قوي وبتمثل حلو قوي. فين اين الكاميرات؟ ما هي الكاميرات يا جدع؟ بلاش تسيح بقى. الله ما نهاري بقى. بماذا بكم ما هذا؟ انه سيف مسموم. ايوه. وما هذا؟ انه سيف غير مسموم. وهذا طويل؟ هذه الطويلة حربة. أيوة. لكي تقتل بها العدو عن بعد. ما عندكش كذلك؟ كذلك؟ كذلك بتاعت التشفية كده، أو حتى قرن كده. أنا بعز القرن قوي. لكنتك غريبة يا فتى. بكم هذه السنجة؟ إنه سيف. أيوة أيوة. بكم هذا السيف؟ من أجل لكنتك الغريبة. أيوة. بعشرين دينار. ليه يا عم؟ ليه؟ ما بكل حتة بيبقى بسبعة درانير. انصر وراء الجبل هناك الصبيان قاعدة وفرشين وكل حاجة بقى اللي انت عايزه بقى. كذلك وسافوريا من اللي هي الصغيرة دي، عارفها سافوريا؟ وحاجات الغاز كده بيدوها كده. لازم انت تتهود عشان قدر تجر رجل زبون. فعلها خزاعة وضرب الأسعار في السوق. واللات والعزى يا خزاعة، لن أدعك تمر مرور الكرام بفعلتك هذه. يا ويلك مني يا خزاعة. أمين ولا إيه يا عم الحاج؟ خذ. أمين هو لك. امزاش يا عم الحاج. ولكن أعلم أنك قد خدعتني. أيوة. فقد دللتك على ما تريد ولم تعطيني دينار. أنا اللمبي صيع. أنا اللمبي صيع. ده كده اتنين خمسة كده يبقى سبعة تنانير. السلام عليكم. امتى مساء يا ايها الليمبي؟ يا ابن الجنيه، ده انت بص هيساعدوك في الدور الجاي، هتبقى هيدوك دور جامد قوي من مصر. بس انت بكلم المخرج عليا. ها هي السنجه. السيوف، السيف البطار. السيف البطار. ده فين الكاميرات؟ يلا الكاميرات فين؟ امسك بالحته دي ولا انا هاخد انا الزاويه. اهلا. احنا نهارنا فل باين. بقولك يا قطه النبي، ما تعرفيش فين الديكور بتاع سوق الجواري؟ تسال عن سوق الجواري وصاحبات الرايات الحمر موجودات؟ رايات حمر؟ انت بتاعت حمام؟ انا كليبه. ايه كليبه دي؟ مفروض كلب دي ولا ايه؟ اجمل نساء قريش. ايه ده انت؟ ايه ده انت؟ بص ده انت عايشه شخصيه مفيش بعد كده. بس انا عايز اعرف انتوا شغالين ليل ونهار كده؟
مفيش ستوب، مفيش بريك، والحسنة رايحة جاية والعبيد عاملين يتضربوا. ده المخرج ده جامد عظيم، ده عباس العقاد ده، ها عباس العقاد ده، شغل العظيم التقيل ده بتاع عباس العقاد. ها؟ لا أفهم ما تقول، ما هذه اللغوة؟ تعال هيا بنا ساروي لك حكاية في الداخل. في الداخل تعال تعال. انت ليه حافظة الدور؟ الديكور ده، الديكور ده حلو قوي. اقترب. مين اللي عمل الديكور ده؟ اجلس هنا. اجلس هنا بس العيال هيبقى جاي دلوقتي. بس بصراحة بقى أنت عارف اللي عجبني في الموضوع ده كله والتخطيط ده المهندس الديكور. مهندس الديكور فظيع. ما رأيك؟ هذه خيمتي. أيوه يا زمن الفن الجميل. هذه ليلتي أم كلثوم، هذه خيمتي وحلم حلولي. هو ده أعني أن هذه الخيمة هي لإسعاد الرجال وإمتاعهم. زاد فن لا تقلق بمبلغ زهيد. زاد فن إنها للرجال الأقوياء مثلك من سادة قريش. يعني أنا شايف إنه كل ما قابل حد يقول قريش فهي دايما مكررة في السيناريو كتير. يعني الأستاذ عباس العقاد ليه مصر على كلمة قريش؟ يبدو أنك غريب ومن قبيلة غريبة وتقول كلاما عجيبا، لكن نحن في قريش. لأمي قريش المفتاح، يبقى المفتاح والباب اللي ورثه دي بعدها بجد بقى، يبقى انت قريش بجد. قريش بجد يعني دلوقتي احنا قاعدين كده ممكن ابو لهب يخش علينا؟ ربما جائز. بالنبي قريش يا نهار اسود. وليل كموج البحر ارخى سدوله. يا عم عود لنا بقى في حته بقى، هتقول لي ارخى بالورو وده شاعر بجد ولا ايه؟ هذا شاعر قريش. شاعر قريش برضك؟ اتفضل قول يا زميل. علي بانواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصلبه. أيوة. وأردف إعجازا وناء بكلكلي. ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي حلاوتك. هو ده بقى بصبح وما الإصباح إلا بأمثلي. بخن شاعر جميل. بخن جميل. هنا يا شاعر. هناك دول كمان دول. إنهم يقامرون. سآتي لك بالنبيذ المعتق. هنا يا شاعر. هنا لا شيء. خذ. هنا لا شيء. انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتقامر. تتقامروا؟ طب بقول لك ايه، وحياة ولدك، يعني هو احنا هنا فين؟ يعني اصل انا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين، احنا بدل من قبيلة قريش، يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم نحن في قريش. لو النبي نحن من سادة قريش. طب لحظة واحدة كده. بخن هنا لا شيء. ودول هناك دول كمان دول. إنهم يقامرون. سآتي لك لا شيء بالنبيذ المعتق.
هنا لا شيء. هنا لا شيء. خذ. هنا لا شيء. انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتقامر. تتكامروا؟ طب بقول لك ايه، وحياه ولدك، يعني هو احنا هنا فين؟ يعني اصل انا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين، احنا الواد من قبيله قريش، يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم نحن في قريش. لو النبي، نحن من سادة قريش. طب لحظة واحدة كده. لان احنا فعلا في قريش؟ نعم. طب حياة ابوك، طب انا اروح من هنا سوق الجوار ازاي؟ انه بعيد وتحتاج الى دابة مثل حماري الذي هو بالخارج. يا راجل، حماري اللي هو بالخارج؟ وعملت تتصيد وتقولي سيدة قريش؟ انا سيدة قريش. في الاخر عندك حتة حمار موجود برا وسادة ومش سادة. طب ادوكوا ايه؟ لما تيجوا نلعب لعبة كده اعلمها لكم. تفضل. ايوه، امسك هذا السيف وهذيك نقودي. هذيك نقودي دي، ها، اسمها مولك. اسمها ايه؟ مولك. مولك، خلاص. ومن الناحية التانية اسمها ايه؟ كتابة. 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 يبقى دي ايه؟ مولك. ها؟ مولك. دي ايه؟ مولك. مولك. ودي كتابة. 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 ايوه، وانا هبقى حاطين فوق واغميها، وانت تعرف تقول لي اذا كانت ملك ولا كتابة. اتفقنا؟ اهو. هوبا. انت تقول ايه؟ مولك. اذا انا كتابة. انت تكسب وانت تخسر، عشان انت قلت ملك وهو خد كتابة. انا اريد ان اكسب انا ايضا. عايز تكسب؟ طيب انا هحط الدرارير كلها رهان، نلعب على رهان بقى. خلاص؟ وصاد الحمار بتاعك اللي بره. موافق. فاللي وافق انت؟ موافق. خلاص؟ موافق. هتديني الحمار؟ موافق. اللي بره ولا انت؟ موافق. موافق. خلاص ماشي. يلا يا عم، انت هتختار ايه؟ مولك. مولك، خلاص؟ وانا هختار الكتابة. خلاص، مولك وكتابة. وهو حتى الحمار بتاعه بره عشان خاطر هو هيتراهن مقامرة. وانا اروح حاطط الفلوس كلها، هو يكسب او انا اكسب. ماشي، هو قال مالك. ماشي اهو. ده هو الثعبان الطائر ده. انت كنت ميزه ملك. يا ويحي يا ويحي. انها كتابه. كتابه لقد كسبت الحمار. هيا 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 اركب عليه الحمار. مسد. ماذا تفعل يا رجل؟ إنه ليس حماري، حماري بالخارج. يا راجل، يا ده مش الحمار وقاعد معنا؟ وأنا عمال برضك أقول في حمار بيتكلم، مش واخد بالي. أعطيني سيفي؟ هذا السيف أيوه الحمار. هيا هيا. أيوه. اتبعني. أنا هو؟ هذا هو حماري. أيوه. فين هو ده؟ عامل كم كيلو ده؟ ماشي كتير ولا إيه؟ تفضل، تصحبك السلامة. تصحبك اللعنة. هيا 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 يا الحمار الكافر. من هنا من هنا كده 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 يا عم الحمار. كده قلنا يمين يمين تاني. يلا، لقد وصلنا الى ملمى البصل. ها هيا يلا. ها، شمال بقى، شمال بقى، شمال من هنا كده، شمال من هنا. انت حمار، خش يا شمال كده على طول. يلا. ايوه. السلام عليكم يا كوم. مع السلام عليكم. ايه، السلام عليكم. اليكم درة مزاد اليوم. جارية بطة بطة تنعدر من سلالة عريقة. من سيفتح المزاد؟ 100 دينار. 100 دينار. 120 دينار. 120 دينار. 135 دينار. 135 دينار. 15 دينار. 15 دينار.
أنا أقول 135 دينار وأنت تقول 15 دينار؟ أنتم تتكلمون على إيه؟ ماذا تتحدثون؟ لماذا تبيعون؟ على هذه الجارية الجميلة. أيوة. إذن 500 دينار. 500 دينار؟ حقا يا سيدي 500 دينار؟ و15. أيوة دي ست بان عندها بان عندها بنت ناس و ومياهات فيه. بان عندها بنت ناس ومش رشة ولا أي حاجة. إنها ترقص وتمرح وتطبل وتؤدي لك كل شيء. حمدا للآلهة، أنا لا أصدق عيناي. 500 دينار في ابنة أخي. صدق إنك راجل واطي قوي. لحد انت دي بنت اخوك دي؟ اجل بنت اخي. اشهد ومش مكسوف؟ من اي عائلة واطية حاضر انت؟ انني هريسة من بني مهروس. هريسة يخرب بيتك، ده انت عرتنا في وسط الكفار. هل سيزيد احدكم على 500 دينار؟ انا بونا. اذا حلال لك. لا خلاص خلاص بقى، ما تعيطيش بقى خلاص. انا مش انا بصي انا هشتريكي وهسيبك تفرحي خلاص. ماشي، انت اسمك ايه؟ هند. اسمك ايه؟ هند. طب بصي يا هنوده، انا روحي ذهبي، فانت فرحانه، فانت ايه؟ عطلانه، فانت ايه؟ حره، انت حره. شكرا لك، لقد انقذت حياتي. امال ايه؟ انا مدينه لك بحياتي يا سيد. يا لمبي. يا سيد لمبي. ايوه. من أي قبيلة أنت يا سيد لمبي؟ أيوة. لأحرر لك الصخ. صخ؟ إيه صخ دي؟ الصخ. هذا الرجل من بني الحارث، وهذا الرجل من بني النعمان، وهذا الرجل من بني المنذر، وأنت من بني سويف. أتقصد أنك لست من أي عشيرة؟ إذا أنت لست من السادة. يا عم سادة إيه وبحليب إيه؟ مش ناقصة وجع دماغ بقى. صادروا ممتلكاته وحماره وسيفه وخذوه مع العبيد. أوعى يا عم الحاج، أوعى أوعى، ده أنا خذلكوا هبل بتاعكوا ده. ده أنا اللمبي ملوش كذا خيار يا عم الحاج. طب لا إله إلا الله، الله أكبر يا كفار عليك. أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر. إيه الحال؟ أبويا يا إن الليمبي شاعر مخضرم خبير بالقوافي، يتلاعب بالكلمات، يتنقل بين مفرداتها ومرادفاتها كما يتنقل العصفور بين الأغصان. يعرف من بحور الشعر ما لم نسمع به من قبل، ولقد سحرنا بالأمس بقصيدته الرائعة دموع التمساح. بخن 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 بخن. لقد سمعت أنه يصول ويجول بحصانه كالفراشة ويضرب بسيفه كالنحلة. نعم، وقد سمعت يصرخ فيهم قائلاً أنا من الألعى. ألعى؟ ما هي الألعى؟ لا أدري. سمعت أن الليمبي من قبيلة مهابة شديدة الركن. إذن سيأتون لإنقاذه، أخشى نادي راحة. فلترحمنا الآلهة. بالراحة عليها يا عم، بالراحة يا عم الكلب. الله صعبان عليا انت قوي قوي والله. اعملك كده يا عم، انت بتضحك كمان. ابكي ابكي تبكي تبكي، ده انت هتخش النار راكب ريس وهيقطعوا فيك تذاكر ويتفرجوا عليك. ما هي التذاكر يا عم؟ بقى التذاكر اقعد فايب الكون. اخترتك يا لمبي، انت خدت اسير يا لمبي، خدوا كثير يا لمبي. يا عم انتوا ربطنا كده ليه؟ انتوا هتضحوا بينا ولا حاجه؟ ربطنا كده ليه؟ انا عايز افهم. اصمت اصمت يا العبد الحقير. طوال الطريق هو انت تثرثر في لغو فارغ. انا اللي مثرثر برضه؟ ده انتوا العشيره كلها مثرثره. اصل دي يا زميل مش اخلاق كفار، يعني ينفع تربطنا كده؟
يعني خدت مننا الحمار وما كلمناش، ورحت واخد مننا السنجة وبرضك ما كلمناش، وخدت مني الدرانير والدرار بيعمل 24 جنيه دلوقتي في مصر الكبرى، نعمل ايه احنا بقى؟ شش اصمت ايها الابله، انت الان عبد عبيدي، من حقه ان يجلدك ويحرقك ويقتلك. ليه عم يقتل مين ويسلك مين ويحرق مين؟ هو ايه؟ هو دي هيصه ولا ايه؟ طب بس كده هو بس يفكني كتما عظما، اروح ظرفه دماغ في نص تفاحه ادم، انزل من ودنه دي تفاح وناحيه تانيه فيكها. انت ايها العبد فك قيودهم. انا مش قصدي، انا كنت بتكلم عن هو على فكره، يعني انما انت حب السمر منين؟ ها؟ انا حب السمر منين؟ تعرف سعيد سمكه؟ عارفه؟ ولا ابراهيم المجنة؟ تعرفهم؟ مش عارفهم انت؟ شفتك قاعد معاهم انا. البرابريتس ده مش غريب عليا. يا هذا الحبشه، انت شكلك من الحبشه. جيش الملك نعنان. اما الان فلتذهب الجاريه الى الحريم. امرك يا مولاي. يا امك انت طب كده يا عم هريسه صاحبتك السلامه. صاحبتك السلامه؟ انت بتودع كلب عندك؟ ايه صاحبتك السلامه؟ هو بصدق كده ليه؟ ما هذا الذي ترتديه؟ عينه في حته تانيه. ده نو قميص النوم يا سيدتي يا سيدي. قميص النوم؟ ايوه. اما انتم فلتذهبوا لخدمه الالهه. هذا شرف لنا. ايه شرف لنا؟ وهنعمل ايه في خدمه الالهه؟ هنشطفهم يعني؟ هتشطف الاله؟ ماذا يعني اشطفه؟ نعم؟ ماذا يعني اشطفه؟ ماذا؟ انت بتعملها كل يوم، هو بعد البيبي على طول. صمت! خذوهم! ماذا؟ ايه؟ بالراحة يا عم، بالراحة. ايه؟ أما لو من شبه الكلب هتعمل ايه؟ أنت أيها العبد الحقير، تعال. إذن فلتذهب أنت الآن. انظروا يا رجال إلى هذا السيف، إنه مثل سيف الفارس الليمبي والذي يصارع به الأسود. كانوا أسدين بل ثلاثة أسود، وإذ فجأة ظهر الفارس الليمبي وصرخ فيهم صرخة مدوية، فإذا بالأسود الأربعة تتحول إلى فئران. لقد سمعت أنه يأكل خروفين على العشاء. إذن لو استمر على هذا الوضع فسوف يقضي على القطيع الموجود بمكة، وستحدث مجاعة، ولن يجد صانع هذا السيوف ما يأكله فسوف يأكلنا. هيا رجال، من يريد أن يشتري هذا السيف؟ إنه مثل سيف الفارس الليمبي والذي قضى به وبضربة واحدة على خمسة أسود. إن الليمبي ساحر بالتأكيد، وقد قام بتعليمنا بعضا من ألعاب السحرية. أجل، وقد أعطيتني حماري هدية لنتجنب شر السحر. انما انت ما قلتليش يا عموه ما قلتليش انت ليه بتشتغل عند الناس اللي هم الكفار الوثنجيه دول؟ ما لقيتش ناس كده حلوين كده طيبين موحدين بالله كده تشتغل عندهم؟ يا لمبي يا ولدي، ايوه، نحن العبيد لا نملك حريه الاختيار فيما نريد، وكما يقولون اربط الجمل اينما يريد صاحبه. الجمل يعني لحد ما وصلت لنا احنا بقت حمار، يعني انت ما بتعبدش ابو منا ده؟ هكذا وجدت ابائي واجدادي واجداد اجدادي. لا ايه يا عم في ايه؟ انت تفكرنا عمال لماذا يا عم تفكر ان انا اصيع عليك؟ لماذا؟
أنا لا أفهم ما تقول. أيوه، ما هذا هو الدليل إن أنت مش فاهم وأنا مش فاهم. ورث العيلة بتاع عيلة أبو هريس الموروث كلها إنهم ما بيفهموش بعض. لا أنت فاهم بقي ولا أنا لن أفهم بقك، وده دليل الغباوة اللي هو ورث العيلة في غباوة. بص انظر لتلك الذبيبة، انظر كل تلك الذبيبة. الذبابة الحمراء. الذبابة الحمراء، تلك الذبابة الموجودة على كتف كل رجال بني مهروس. أيوة، وأنا كمان. ولكن من أي فرع من أفرع العائلة أنت؟ أنا عفيت جدك. سأصدقك القول. أيوة، لقد أخبرني أحد قارئ الطالع. أيوة، بأنني سألتقي بشخص من العائلة. ولكن في زمن غير ذي زمن. في زمن غير ذي زمن إزاي يعني؟ فين الكنز؟ الكنز. أيوة الكنز. يا أيوة، ارجع كده بالذاكرة، كده ارجع بالذاكرة لمدارس قريش في الكفار زمان. ارجع وافتكر. بالطبع. أيوة، بالطبع الكنز موجود. أيوة، ولكن أبي قد أخبرني ألا أخبر به أحدا حتى أدخل في النزع الأخير. طب والنزع الأخير ده هيجي إمتى؟ الإله وحده يعلم. يا عم ده قاعد بيحشش، انت بتقلها ايه؟ ده انت بتعبد صخرة؟ ما تعبد اي حاجة تالف المقطة غير دي. ماذا؟ فين الكنز؟ في الحقيقة انا لا استطيع ان اخالف وصية ابي. انتظرني حتى احتضر. يعني انت احتضر يعني انا عايز اعرف انت يعني ايه تحضر، عشان انا اعرف منك مكان الكنز. ادبي ايدك اجيب زورك من جوه ولا غوزك؟ يا عم الكنز فين؟ أبص إيدك عذبت. مولاتي تريدك. مولاتك مين؟ مولاتي كليبة. كليبة؟ كليبة. تا دي من الأردن دي ولا إيه؟ تا من الأردنية. بقول لك إيه، أنت افتكر فين الكنز لحد أنا ما أروح لكليبة اشوف عايزه مني ايه؟ ها؟ وجري لك. بقول لك ايه، وليه هنا بقى قعدت الهوا دول ضم دول كده دول ليه منتشرين كده في قلب المنطقه بتاع كوريتش؟ نحن الكفار يا لمبي. ايوه، اول من صدرناها. الراجل ده بيغيب فجاه كده عن الوعي. يا بنت بتاعت انا عايز افهم دلوقتي، انت جايباني ليه تاني هنا عند عيش البلبل؟ مولاتي تريدك. مولاتي كليبه. انت كل اللي طالع عليك تقول سكه مولاتي تريدك. تعمى يا لمبي. بطتن انت. تعمى. بطتن. انت ما ساب ايها الكفار. يا نهار اسود. قناه التت باديه من هنا. فين محافظ قريش عشان يشفر الخيمة دي؟ يا نهار كفر. لبي. كليبة. أريدك. تريديني فين؟ تعالى. تريديني فين؟ تعالى لبي. الراجل اللي باع لي الحمار قاعد هناك أهو. هو ده. أنتوا واخديني خدمة خيمة كبير الكي أنا ولا إيه؟ هيا بينا تعالى. أيوة. قاعدة خلوة القعدة دي في لوحدينا. اهدى الله يسترك. يقولون انك اصبحت عبدا
اللي زيدو عدن؟ مين اللي عدن؟ اللي عنده عمره ما يكون عدن، وما حدش يقدر يخليه عد عنده أبدا. أنا قاعد عشان خاطر البيت اللي هناك وهريسة قريبي. إيه إيه إيه؟ لا تقلق لا تقلق. أيوة إيه؟ أشتريك وتصبح عبدي. عبدك؟ يعني أنا أخلص من زيتونة أجي لكلبة؟ لا، الليمب عمره ما كان حد يقدر يشتريه. الليمب ده واد حر كده، منطلق. تبص تلاقيه كل في كل مكان طاير كده ومتنطط. اوعي اتنين في واحد. انا اواه صحة 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 لمبي. أيوة. او تدري لما ارسلت في طلبك؟ او تعلم مدى شوقي اليك؟ او تدرك كم عانيت في انتظارك؟ صحن. انا هارش ماذا تريدين ان تفعلي معي؟ تريدين ان تعملي معي علاقة غرنية غير شعرية، اليس كذلك؟ هو هذا ولا ايه؟ لمبي انت شخص جذاب. انا كذاب؟ انا كذبت عليك بحاجة؟ انا وعدتك باي شيء في الحقيقة وكذبت عليك بحاجة؟ انت هتلبس في اي تهمة ولا ايه؟ لا، انت اسد غضنفر، ليس شخصية جذابة. أيوة نعرفه. وأنت أيضا شخصية جذامة. لمبي أحبك، أحبك حب العبادة. أي حد يعدي عندك كده في روح تعبده يعني بالراحة شوية. إذا أنت لا تبادلني الحب بالحب. إذا أنت مش مسألة أبادلك الحب بالحب، لأن مش لازم يكون في بيننا وبين بعض في النص في سيكو سيكو عشان خاطر تبقى العلاقة تبقى حلوة. لا أحد يسلو أن يرفض كليبة. اهدي بس وحيد الله يا نهار أزرق. اهدي ده أنت جميلة الجميلات في قريش. ألا ده أنت قمر، ده أنت إبليس نفسه يجي تحت رجلك ويقولك أبوس إيدك جوزي. لا بلاش دي ها؟ إبليس ما يقدرش يتكلم في حاجة. فلنشرب نخبا. اقترح نخب الصداقة الدائمة. ايوه بس عندك على حاجة. هو تكون دي خمرك؟ خمرك انه نبيذ. ايوه نبيذ يا لذيذ اللذيذ. كيف تاخذ الانجليز؟ شعر جديد، شعر غريب. يقولون انك شاعر ماهر. هيا أقول قصيدة في محاسني. أقول قصيدة في إيه؟ قصيدة في أيوة. محاسني وجمالي أيوة وأنوثتي أيوة. أقول أوصف ماذا ولا ماذا ولا ماذا؟ حبك عامل زي الإزازة والردعة في البزازة. انتهت القصيدة؟ والبزازة معايا. قصيدة رائعة، قصيدة جميلة، لم أسمع حتى جميل بثينة أو زهير بن أبي سلمة. ده من الأبجية العيل دي، التلاتة دول أبو سلمة بتاع الكبدة يقولون شعرا. أيوة. فلننتهي من الكلام ولنبدأ بما أريد. لا بص استنى خبر شفت كنت حننسى اهم حاجه ثاني ودي دي اللي تيجي كبس كده مره واحده. ابليس قبل ما يحضر لازم نجهز له الفرش بتاعه. ازازتين بيره مشبرين كده مفلتين جايبهم من الدقي. اخد ازازتين البريدر عشان دول محطوطين عندي بره في قلب العربيه صف ثاني، والعربيه الازاز بتاعها مفتوح ها وراكن صف ثاني، والعربيه الازاز نازل بتاعها والسنتر كولوت مش موجود. وبعدين انا خايف العربيه تاخد بعد في حافل الكولوت بتاع العربيه واجيب البيره واجي لك بسرعه. ها جاي لك حالا نوعت ها جاي لك. ده انا بصي هرنك كده عطل. هتشوفي ما هذا الكلام الغريب؟ ماذا يقول هذا الرجل؟ بقول لك انت عندك بفره اوتومان ولا رزده؟ ها البفره عشان خاطر الرولي. لو مفيش ما في جلد ماعز طب نلف فيه جلد ماعز او اي حاجه. ما هذا الرجل الغريب؟ لكن عندما تريد كليبة رجلا
تناله. لا تتلكأ يا لمبي. حاضر يا اسطى. بتريل كمان. كم انت جميلة ايتها الجارية، يا لروعتك. هل يسمح لي سيدي بالانصراف لأتدبر بعض شؤوني ام يريد شيئا اخر؟ اريد شيئا اخر، لا اريد اشياء اخرى. يا ابن ما عرفنا. أنت جاريتي ومن حقي أن تفعلي ما أطلبه منك. وماذا تريد مني؟ أريدك أن ترقصي لي. وإذا قلت لك أنني لا أجيد الرقص؟ سأقول لك أنني أجيد تعليم الرقص. لمبي لمبي أغذني يا لمبي. لمبي كيف تجرؤ على فعل يا عمو بعد؟ أغذني يا لمبي. يا بنت من أخذ الغوص يا لمبي. يا بنت ما خمس ما حد هنا يا بنت حد هنا. لمبي أغذني يا لمبي. ما هو يا بنت ما هو معاف مش أنا قلت لك وعاف؟ مش أنا قلت لك وعاف؟ ويحق عمال كده الواد البنت ده الواد ده البنت. لقد حاول تقبيلي. نعم حاول تقبيلي. يا بنت ما تقولي عمل أنت مش معتني عشان عمل إيه؟ تقبيلي. وده كده بقى كابتن زيتون. ولكنني قاومته وبشده. برافو عليك يا بنت رجوله. ليه كده؟ انت مالكش اخوات بنات كفار؟ انا لا افهمك. انها جاريتي ومن حقي ان اتمتع بها واقبلها. ايه قبلها جد؟ يعني ايه قبلها؟ قلت لك. تاني؟ هي مره واحده يا لمبي. مره واحده يا كذاب. انت هتقول بص بتقول اتنين زي تاني. وبعدين بقى هقولك على حاجه. ما الراجل ده برضك عنده حق. انت عندك حق. لماذا هذا؟ لانك انت من حقك ان انت تبوسنا معا الاثنين، لان احنا عبيد عندك، فيجب ان احنا نبوسك ويبوسنا. ايوه ماذا تقول يا لمبي؟ ايوه يبوسنا، ولازم تبدا بالبوس من عندي انا. هذا البوك. لا افهمك. من انا حقك على انا حبوسك انا على حقك. وشايف ايه؟ ايه يا عم؟ هو شايف ارواح ولا ايه؟ انا فعلت لمبي انه زيتون. زيتون على نفسه يا هصه ولا ايه؟ سيقتلون انا. يا بنت اهتمي يا بنت وحده لازم تقفي حمايتي. سيعذبون انا. يعذبون لمبي؟ اللمبي بتاع الشعاوة والحركات ده انا اللي كده يا بنت. سيمزقون انا يا لمبي. يا بنت انت هتخطفي ليه؟ مصيبتهم. يا بنت انت ما بنت ما بالريحه طيب ولا سيقتلوك يا لمبي. أوقفوا الغناء والرقص. أظن أنكم جميعاً يا سادة قريش قد أسرتم من وراء قوافل التجارة، وأظن أنه قد بلغكم أن هناك لص قاطع طريق يدعى الأشرم البطار ينهب القوافل ويقتل الرجال ويسبي النساء والأطفال، وهذا يضر بمصالحنا جميعاً. أنا على استعداد أن أدفع نصف ما أملك، لا بل ربع ما أملك كي نتخلص من هذا الأشرم. وأنا من الآن سوف أنظم الشعر في ذلك الأشرم وسأهجوه حتى يرجع عما هو فيه. الأشرم لن يرجع عما هو فيه ولو هجوته 100 عام. أجل، إنه قاتل عربيد. واللات والعزة ليس لنا سبيل إلا الدعاء والكرابين. ما تقوله يصلح للجوار والعبيد. ليتني كنت رجلا حتى أذهب إليه بنفسي. إنه بشع ليس في قلبه رحمة. وما الحل يا ترى؟ لا يوجد حل إلا أن نقتله. إنه يحتمي برجاله. إذن لا يوجد حل إلا أن نقتل رجاله. كلا البتة، إنهم مجرمون ولا قلوب لديهم، وليس لنا أن نخاطر بأرواحنا وأرواح أبنائنا من أجل معركة خاسرة. إذن لا يوجد حل إلا أن نقتل أنفسنا ونستريح. ولما لا نبحث عن طريق آخر للقوافل؟
جواسيسه سينقلون إلي خط السير الجديد وسيعود لنا بالقوافل. إذن لا يوجد حل. نعم لا يوجد حل. تبا لا يوجد حل. أنا لدي الحل. إذن يوجد حل. تكلمي يا كليبة، ماذا لديك؟ نرسل له عبدا من العبيد الأقوياء المشهود لهم من الجميع، فإذا قتل الأشرم كفانا شره، وإذا مات فهو عبد لا قيمة له ولن نخسر شيئا. ونعم الرأي يا مولاتي. وهل يجيد العبيد القتال؟ في الآونة الأخيرة ذاع صيت ذلك العبد لدى بني زرزور. ما اسمه؟ أتقصدين الليمبي؟ الليمبي، يقولون إنه مقاتل ماهر. لقد سمعت عنه الكثير وأوافق على رأيك يا كليبة. الحل هو الليمبي. الرأي رأيك يا كليبة. إذن لا يوجد حل إلا الليمبي. يا رجال فلنشرب نغب هذا الحل السديد. ألعق بك يا جارية الجميلة. يا حسرة على سيدي الذي خسر كل شيء، خسر هند وخسر الكنز وخسر مهابته بين الناس وفضيحتاه. صهن يا امرأة صهن. اللات والعزة لن أترك ثأري أبدا. تظنين أنني أترك ثأري؟ كليبة أنا بيني وبين هذا الليمبي ثأرا لا يمحوه إلا الدم. قد أخذ مني هند حشاشة القلب وسيعرف سر الكنز. منذ أن نزل المدينة وهو يدبر في شيء لا أعرفه، ولكن الآن أبصرته. يا لك من داهية يا كليبة، ويا لي من خبيث ماكر. خبيث ماكر، ماء من تحت رمل، لكن يجب أن نقتل الليمبي. لا لن أقتله قبل أن أعذبه. أجل، نقتلع أظافره، أقلع عينيه من مغلتيهما، نسكب زيتا مغليا في أذنيه. لكن كيف نفعل كل ذلك دون أن يتصدى لنا من يعتبرونه بطلا بين سادة قريش؟ لا عليك بسادة قريش، فأنا كبيرهم وسأقنعهم بأن هريسة لن يقضي لهم ديونهم، وسينفق بذخ على عرس بنت أخيه من الكنز الذي يعرف سره. أيحك يا لمبي، فزت بالكنز أبو عرس هند الليلة. لا عليك، لا عليك يا زيدون، يجب أن نحضر هذا العرس ونفرح لفرحهم. ما يهمك يهمني، فأنت حبيبي وعشيقي. Thank you.
الواد على دماغ من فوق منك. عقبال يا رب كده فرح منه تفرح بيها. انا بص ده بص حجل هيتحل تحت رجليه. ابو منه على دماغ ابو منه اللي انت بتعمله ده انا مش انا شايف وبصاص يعني. نفرح ان شاء الله كده يا رب كده بفرح منك وسعيد هتتفرج على الدبايح. يا رجال منورين. مرحبا بس انا الله خليك الله خليك. يا حاجة هريسة ايه لما شفنا نقطة نازلة ولا اي حاجة الفرح الناشب ده. اني احقد عليك لكنني اهنئك واتمنى لك عيشا رغدا سعيدا مع عروسك وأن تموت قبل أن تهنأ بها. أنني أريد أن أقتلك. نعم أريد أن أقتلك لكن عيني هن تمنعني. عيناها تمنعني. لم نفسك يا عم زيتون. أنا مش بص مش هطول معاك عشان أنت شكلك سكران. إنما أنا ممكن أقوم أعلم عليك بمنتهى البساطة وكده يبقى مات الكلام. إنما أنا بكرة الصبح هتفاهم معاك اما تفوق. ودلوقتي هتقولي حتى الجبنة قديمة عشان خاطر يفوق او يرجع على جنب الحيطة. والان مع نزال السيوف احتفالا بعرس الليمبي. ما كنت خلص الناس دي ده شبطانين في بعض خالص. هو عادي كده الموت ده ولا ايه ولا السيوف دي؟ اتعرف في كبده مصق مصق. قتلة يا نهار اسود يا نهار اسود. وانتوا عادي كده عندكم كده بتموتوا بعض كده في الافراح بتاعتكم؟ هذه هي زيجاتنا وافراحنا يا لمبي ويجب ان يكون هناك قتلة. قتلة؟ نعم قتلة. هذه هي تقاليد العرس. صديقتي زليخة بنت المشعر. مين؟ زليخة بنت المشعر. زليخة بنت المشعر؟ نعم. اقطعي علاقتك بيها بالاسم ده. اقطعي علاقتك بيها. مالا زليخة؟ قتل في زيجاتها 50 عبدا وعشرون امرأة ونعجتان. نعجتان وخمسون عبد ونسوان. طبعا اكيد بقى الناس دي جاية بقى ترد الواجب بقى. اللي مات له 50 جاي بقى عايز يوجب في 20 ناقصين عنده فجاي يدبح في الخلق هنا. احنا بنعملها عندنا بفلوس الحكاية دي ننقط. انما انتوا هنا بتغزوا. انت عارف على الشكل ده على التحية اللي انتوا بتعملوها مع بعض والوجبات دي يضيف فرحين. أم فرحينه مش هتلاقي حد في القبيلة خالص. قريش مش هيبقى فيها غير جمال وبس. تبقى قبيلة الجمال. بخن بخن. مباركا يا لمبي. مبارك 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 يا لمبي. خلاص يا جدعان ابو ايه انتوا فلول ولا ايه؟ مبارك يا لمبي. متشكرين يا عم ابو لهب. يا قوم يا قوم بكل افتخار سيدخل ابن الليمبي على ابنتهن الان. الان فين يا عم؟ الان انا هعمل الحكايه دي قدامهم ازاي؟ هو ايه ده الجمل بيلاقوا له دروه عشان يخش فيها؟ انت عايز تعمل الحكايه دي هنا؟ هيا يا الليمبي الى خيمتنا. هيا الى خيمتنا. الله يا عم الحاج انا هنفتح مساء الخير. عاملة ايه؟ بخير.
انت عارف ان انا مش مصدق انه اخيرا جت اللحظه اللي هيبقى فيها احنا الاثنين مع بعضنا البعض. ها وابقى عريس اللي يبقى عريس. اجل وانا ايضا لا اصدق انني عروس. للناس هند عروس. انت تسأل ان انت تبقى عروسه انه من صعب عليا ان انا ابقى عريس. انا تعبت قوي انه ده في حياتي. طول عمري كنت بتعزم في الافراح بس اوجب وامشي. كنت اخش كده ابص على العريس والعروشه والمعدن في قلب الكوسه واحد عليهم. كنت اقول انت انا هتزوج انا كمان واقعد في قلب الكوسه زيهم. بس يعني جيت اللحظه وبقينا مع بعضنا البعض. يعني ايه بقى انت ايه بقى كلميني انت بقى عن كده جوه نفسيه يعني. خير في سلامه وسلامه في خير. سلامه ليه؟ انا بقول لك انت جوه يعني خرج اللي جوه في الحته دي يعني من عندك يعني بعبعي. يعني انت بعبعي ماذا تريدين ان تبعبعي؟ اجل احساس الان وامس. اجل هو احساس الان وامس. يا لمبي. ايوه هو ده الشوق. لقد كنت فتاه بلا قلب بلا مشاعر بلا حنين واتيت انت انرت القلب وايقظت المشاعر واشعلت الحنين. يا لمبي. يا ما انا قلبت امسيه دنيا كده ليه يا ست دنيا؟ لو عم تحن عربي مش عايز اسمع الكلام باللغه العربيه ده كله. انا اريد ان انا اتزوجك العب معاك عريس وعروسه. فهمتك. ولكن هناك شروط. انا فاهمه دي. كله بيحب قوي دلع النور والمشعل دي. النور مطفي. النور اتقصد المشعل اليس كذلك؟ نعم اتقصد المشعل؟ المشعل اقصد المشعل. وبعد المشعل في الطوابق وبعد كده صفت اللبن. خلاص اللي جابوا امي بقى. خير في سلامه وسلامه في خير. الله ينعل ابو سلامه ده ابو خيرت. يا ست احنا عايزين انا وانت نظبط بعضنا البعض. لا 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 استغفر الله العظيم يا رب. تمام انت اللي ملاحظ الليله. انت بتعيط ليه دلوقتي؟ ابكي لان لو كانت امي معي في هذا اليوم. امك كمان معانا في الليله اللي زي دي؟ لماذا؟ كانت ستبيت معنا. تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصه الا البيض. تبيض يعني ايه تبيض معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليله. ايوه وتشاهد ما نفعله وكيف نصنع طفلنا. ايوه وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء. تحكي للقبيلة كل شيء. نعم على اساس ان هي بتنقل نهائي كاس العالم. وامها عيطت عيطت. وامها ايوه عيطت كده ويسمعوا ان في راجل جوه. اي حاجه نداري بيها عارنا اللي احنا فيه. يا بت اهدي يا بت اهدي اهدي. انا هقول لك على حاجه. بص يا بت يجب ان انت تهب عليا وانا اهب عليك. لما احنا الاثنين نهب على بعض هتلاقي هباب حصل. فتبقى انتم مهباب وانا ابو هباب. خير في سلامه. انا عدلتني من سلامك يا بنت. امشي بقى. واعي يا بنت انت دليل عرف. انا هاخد الراجل ده واقعد معاه. ماشي؟ هو ده اللي هقضي الليله معاه. والآن أغمض عينيك يا لمبي. تعال أنا حاسس إن أنت محضر لي مفاجأة بقى وهتروح كشف لي على الكون. والآن أيوه. افتح عيني أقدم لك هريسة صنم. قصدك هريسة مول؟
وما هو المول يا لمبي؟ المول ده اللي هو فيه عدة بضايع متفرقة. بلى بلى، أقدم لك هريسة الصرم، أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله، أصنام كبيرة للمعابد. هيا. وهذه الأصنام المتوسطة للمنازل، أما هذه الأصنام الصغيرة، أيوة دي بقى أكيد دي للميدالية بتاعت المفاتيح بتاعت العربيات. وما هي العربيات؟ هي عبارة عن حمير حديدية في البلد عندنا. أجل أجل. هذه الأصنام الصغيرة بالعجوة. أيوة. إن أردت أن تعبدها فاعبدها. أيوة. وإن جعت فأكلها. طب ما تعبدوا بسكويت بالعجوة أحسن لكم. وما هو البسكويت بالعجوة؟ هو عبارة عن بسكويت بالعجوة نأكله. أجل أجل. شطائر من الحجارة بينهم طوب لبني يأكله الأطفال. وما ضحك في ذلك؟ يضحكني كلامك. عشان كده ضحكت. أجل أجل. وعندنا أيضا أصنام بالطين. أيوة. وأصنام بالعاج. أيوة. وأصنام بالزرنيخ. مفيش عندك واحد برباط من ودنه؟ وما الضحيك في هذا؟ الضحيك في هذا لأن دي أصنام كده لا تنفع ولا تضر. يا لمبي، يبدو أنك غير مسرور. بالطبع يا عمو. توقعت ذلك. أمال إيه يا عمو؟ يا عمو، ألم تقل لي في البارحة امبارح في البارحة أن كل هذه البلد غرقانة في الذنوب في الذنوب وأنت عايز تغير منهم؟ وقد فعلت ما أمرت. فعلت ما حمرت إيه؟ ما هو ما أنت عملت تمثيل تانية معمولة من الناس بتعبق العجة تاني. يا لمبي، وما أدراك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة. لا يا عم، ده إيه؟ ده كبير فيه مجده كده وروح مفتفته كده وروح رميه في أي بلاعة رد. وما هي البلاعة؟ هي عبارة عن مجاري متدفقة من نهر النيل. أجل أجل، فهم. مزراب من الحجارة مملوء بالطين اللبني. أيوة. يا لمبي. أيوة. إذا كانت تلك الآلهة حقيقية فها نحن نعبدها، أما إن كانت غير حقيقية فها نحن نبيعها. يا ويحكم، دائما لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على افعالكم الدنيئة. يا ويحي، لماذا لي أنا؟ يا ويحكم أنتو. يا لمبي يا ولدي، ألست أول من يعبدها؟ فأبي كان يعبدها، وجدي كان يعبدها، وجد جدي كان يعبدها. يا أما أنا مالي ومال الكلام ده يا عمو؟ أنت هتخليني أروح أضربهم. ويحك، إنني أحذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب إيه؟ احذر احذر، ألم أحذرك؟ يا عم تحذر إيه يا عم؟ أنا بلعب معاك، ده زي عامل زي الفيلم بتاع فخر الإسلام بتاع حنز. انت ما تعرفش، انا مش هاجي غير على الكبير لحبة اللي فيهم ده. احذر يا عم، احذر يا لبي، احذر يا رب الناس، احذر. انني اتبرع منه. يا قوم تعالوا وانظروا، ارايتم انه يسخر منا ومن آلهتنا؟ لا، بل إنه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم، إنه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنته بل الأعظم. برافو، حلو أوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟ عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة. إيه يا جدعان، في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا، إنه يسب آلهتنا وأمهاتنا وآباءنا. عليك لعنتين، لعنة اللات ولعنة العزة. في ايه يا عم مالك؟ مالكوا يا الكفار الملاذيع؟ إنه يصفنا بالكفار. عليكم بهذا اللمبي. لا،
عليكم بهاريسة، فهو من أتى به إلى هنا. اقتلوه! وأنا أضم صوتي إلى صوتك. أتحرضهم على قتلي يا لمبي؟ عادة عايز أعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى. اقتله! تسلم إيدك. عمو! عمو! الشاهد طيب! الشاهد طيب! الشاهد! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله! الشاهد! أشهد الله أكبر! أشهد أن لا إله إلا الله! جدي! أما أنت فلترحل غدا! لا! فلترحل اليوم! لا! فلترحل الآن! ده انت حنفي حنفي، فيش كلمة خالص يعني. حصل حصل. هيا بنا يا رجال! خليك انت كده كيادة كده وقعدي افرقي بنفسك. مستكيفة انت كده قوي بالكد بتاع الناس اللي هو انت وقعت فيه رجالة بعض. ماشي، بقولك نسيتوا الكلب بتاعكم. الكلب يا كابتن. يلا. مبسوط يا عمو؟ يا قوم يا قوم يا قوم، هريسة ابن أبي المهروس ينفس أنفاسه الأخيرة، فليذهب إلى الجحيم. لقد ظل يقترض منا الدراهم والدنانير حتى أفلسنا جميعا. ما هذا الحديث يا قوم؟ أتريدون أن نترك هريسة هذا يموت بسهولة دون أن نعلم مكان الكنز؟ إذن فلنذهب جميعاً برابطة السيد هضبة وننقض عليه ونقدم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. ما هذا الهراء يا أبلة؟ ننقض عليه ونكتم أنفاسه؟ ما هذا؟ يقول لك أنه يموت يا بغل. سحقاً لهذا الهراء! وماذا سنفعل إذن يا سيد هضبة؟ لقد أفزعتني، عندي الحل. وما هو؟ إني أثق أن هريسة هذا عندما يريد أن يبوح بالسر سيبوح به لابنه اللمبي. اللمبي؟ نعم. حديثك خبز يا سيدي. ونعم الرأي. إذن هو ذاك. مرحى مرحى. إذن سنراقبه ونحاوره ونداوره حتى نعلم منه مكان الكنز، وعندئذ أخذه لنفسي. أقصد نقتسمه جميعا. إذن هو ذاك. الآن لم يبقى لنا إلا أن نعرف مكان الكنز. خدمتك كليبة، هل ستنساها؟ لا، بل سأتزوجك. وكلام رجال قريش عني؟ كلام قريش لا يقدم ولا يؤخر، ثم أنا كبيرهم ومن حقي أن أخطئ وأعربد وأفعل ما يحلو لي. يا قوم، يا معشر قريش، هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 يا رجال، هيا إلى بيت بني هريسة. هيا هيا هيا. لن أتركك قبل أن أعرف مكانك. إيه إيه عمو؟ الله، كانت فين القبيلة دي كلها لما حدفتونا عند باشرم هناك؟ ككبش في ده يعني؟ إيه؟ فاكرني عروس النيل أنا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ أماكن لممارسة المجون. يا عم مجون إيه بقى وكلام فاضي؟ ده أنت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا؟ كان اتفقنا إن أنا أروح هناك وأموت الأشرم ده؟ وأدي الخاتم بتاعه أهو، دليل إن أنا قتلته. مرحى مرحى. الأشرم ده لما ثبته. اللعنة عليك أيها اللمبي، طبا لك، ليتني أجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك اللمبي. إلى
يا قوم، هذا هو خاتم الأشرم. أيوة. الذي انتصر عليه الليمبي البطل. أيوة. الذي حافظ على أطفالنا ونسائنا. أيوة. وديارنا. اليوم يومك يا ليمبي، رفعت رؤوسنا. أيوة الله. وعليت مقامنا. أيوة الله. وحافظت على ديارنا. أيوة الله. مرحى مرحى مرحب بك ابو منى. ابو منى على دماغك. ربنا يخليك ابو منى حبيبي، والنبي مردود لك في فرح بنتك ان شاء الله. بص بقى، مخدرات وميه هتبقى نازله يعني عشان كفار كفار يعني. مين على جهنم؟ ايه يا عمو؟ ايه واحنا هنفضل قاعدين كده ولا ايه؟ انت مش هتقوم عشان خاطر تعترف للناس دي ان انا من صلبك، ولا انا تبع الحديد والصلب؟ بلا 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 قرف. يلا خلصنا بقى يا قوم. ايوه يا قوم. ما هم قاعدين، ما تخلص. الليمبي لم يعد منذ الان عبدا من العبيد، انه من صلبي وحفيدي. وحبه في قلبي مغروس، واسمه من اليوم الليمبي ابن بني مهروس. عمو يلا بقى قول لي بقى، كنت فين عشان عايز اعرف. اخبرني قارئ الطالع. القارئ يا عمو؟ هو كل شويه الراجل ده طالع طالع طالع، ايه ما بينزلش ابدا. اخبرني قارئ الطالع. ايوه. انني ساحتضر يوم زفاف ابنة أخي هند، وعليك أن تسارع بطلب يدها. أيوة. ليكون يوم الاحتضار ويوم الزفاف. يوم الاحترام هو ده يوم الزفاف؟ إيه اللي بتقوله ده يا عم؟ طب يعني، طب أنا عايز أتجوزها بعمل إيه؟ يا قوم. أوه. سأخدمك سأخدمك. هتخدمني إيه بس؟ سأخدمك. يا قوم، لقد طلب مني الليمبي الآن. أيوة. يد هند ابنة أخي، ولكنني لم أرد عليه، وسأسأل هند. يا عم لم أرد عليك إيه؟ وأنا بكلمك في النبيض، سيبني أنا أزيع هذه الفكرة. يا كون، يا أيها الكفرة الفجرة، إنني طلبت إيد الإناثة هند، وسنتزوجك. سنتزوجك. وصلي صلي صلي النبي، صلي صلي ما يصلي، صلي ابو رمالي، صلي امه يهودية، صلي عالقدر عالقدر عالقدر، زرخة بادت عالقدر، اديك قاطرها عالقدر، شيلينين 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 شيلينين، وقع مني شيلينين، الحسة دي هي شيلينين، دوروا معايا بنتك حلوة. إنه يشكل خطرا شديدا على آلهتنا. اسمعي اسمعي ما ينشده من أغاني، إنه يثير علينا عبيدنا. صبرا يا زيدون، صبرا. ماذا نريد؟ نحن نريد كنز عريسة. فدعك مما تفكر به وتصرف أمامهم وكأنك سعيد وفرح لفرحهم. ايه واحد يا هن؟ امزح معك افاجئك. امزح معك افاجئك؟ نعم. اسمها بخ. بخن ابن عماه عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. بخن ابن عماه ايه؟ ده يبقى جد 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 جدودي. تفضل بالجلوس يا ليمبي، البيت بيتك. والله يا عمو انا كان بودني ان انا اقعد معاك، ولكني اتفقت مع هند اننا سنتنازل ونخرج سويا. احق ما يقوله الليمبي يا هند؟ نعم يا عماه، لقد دعاني للخروج. شايفة رأيت المياعة في الكلام؟ والله يا عماء سأخذ هنودة ونتنازنه قليلا بالخارج. أيوة.
انتوا الشباب بقى وانت عارف بقى و... وحركات بقى وشيطان شاطر وانت سيدي الكفرين معارف. حسن 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 ولكن لا تتأخر. ولما هذه الضحيكة؟ إنه ضحيك الخروج. لا 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 نتأخر نتأخر لأننا سنتحدث سويا أنا وهنودة على أمور الزواج. هل هي تريد سكن في صقر قريش أم تريد خيمة على المحارة أم تكتفي بحفرة إيجار جديد؟ ما رأيك أيها الكافر؟ الأمر أمرك، أنت الذي سيدفع. ما رأيك هنودة؟ سأخبرك في نزهتنا يا لمبي. كلامها كله يميل إلى ال... هيا بنا بقى. ألا تريد من الخارج أي ذنب أأتي به إليك؟ كلا شكرا. قل لا تنكسف ولا تنخدع، قل ما عندك. ألا تريد أي معصية؟ نساء، خمور، ميسر، لا تريد شيء؟ عندي كل الذنوب. في لعنة الآلهة. هيا بنا يا هنودة كي نمرح ونفرح ونفخر. هيا بنا. صاحبتكم السلامة ولكن لا تتأخر. شفت صوت الراجل ده ينفع مؤذن؟ خلي بالك. يعني نتكلم عند عضنا البعض احنا الاثنين. حس انت مش مبسل، مش فاهمة منفذ بقي. لا افهمك ولكني سعيدة بكلامك. أليس ما تقول هذا كلام؟ كلام من أنا كنت بكرع يعني ولا بتتوب؟ لحظة، تتتاوب، دعني تتثائب. تتثائب يا لمبي؟ نعم. أغفني 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 بالله علي. يا أخي بطلوا بقى ماذا فعل هذا الكلب؟ كفر بآلهتنا أيها الفارس. كفر بآلهتنا يا لمبي؟ إنه عبده. عبده؟ ماشي، مشكلين عم عبده. شوف شغلك أنت. هيا بنا لا تفعل ذلك. فاخد بالك بقى هند، أنت عارف إن أنا كان نفسي أخدك كده على كورنيشه. لمبي مشكلة عم عبده. كان نفسي أخدك بقى على المقطم كده وأفرجك الميعادي. واخدك على الدائرة اللي تسبب بالليل انا وانت. بس واضح ان هنا مفيش خرطة الطريق. المحافظ بتاع قبيلة قريش عندكم فشل. اغفرلك. لا، انا مش نبي ولا اله. يا حرامي يا حرامي سؤاقة حرامي، ده سر الشعرية بتاعتي. لمبي اكمل حديثك، احب اسمعك تتكلم. طب احنا دلوقتي بقى نريد بقى ان انا عايز اتكلم معاكي في المستفيد. ماشي؟ عشان يبقى خير في سلامه. وقولي لي ايه بقى؟ ماذا؟ سلام في خير وقولي لي خير في سلامه. حسنا فهمت. كلما تقول شيئا يجب ان ارد عليك بنفس الوزن والقافيه. كلام شنيل يعني خير في سلامه وسلامه في خير. حلو. ودلوقتي بقى انا رحت لعمه هريسه واتفقت معاه على موضوع ان هو تتزوجيني ونتزوجك بعض انا وانت، وهو وافق. بس انا كنت اريد ان اسمعها من اذنيك. سلامة في خير وخير في سلامة. ماذا؟ ده انت دمك تقيل ولا ايه؟ ماذا؟ هتطلع دمك تقيل ولا ايه؟ انها طرفة. ايه طرفة دي؟ مثل وع. بتهزري معايا؟ لا بس انت عسول انت والله. طيب حس كده بقى، انت هتتزوجيني ولا هتعمل ايه؟ كم كنت يا لمبي سعيدة عندما حررتني من ايدي زيدون اللئيم وانقذتني من ان اكون له اما. ونجوت من الاشرم وعدت لنا سليم. ايوه انت هتتجوزين انا هتتجوز الاشرم. بالطبع يا لمبي. ايوه. او كيف ارفض يا ابن الكرام الطيبين؟ او كيف ارفض يا ابن الحسن المحسنين؟ أو كيف أرفض أرفض أرفض؟ يا بنت مالك يا بنت بتعمل كده ليه؟ هذا شعر يا لمبي؟ والله بنت حلو قوي الكلام ده. دلوقتي بقى أنا عايز أعرف النظام عندكم إيه بقى؟ عشان خاطر إيه؟ يبقى في الاتفاق كده اللي بينا وبين بعضينا، يبقى أنا عارف إيه اللي ليا واللي عليكم. خلاص؟ عليك بشراء الخيمة وأنا سأعمرها.
أيوة يعني أنا هجيب الحطب والميتين وأنتوا هتجيبوا المدافن. لا يا لمبي، كل مستلزمات العروس يحضرها العريس، أنا سأعمرها أي أنني سأسكن فيها فقط. طب وليه البلطجة دي بترمي؟ طب أنا استفدت إيه من رمية الجتة دي؟ الناس دعناها بره شطنا. طب أنا مالنا؟ لمبي لا أفهمك، دعني أكمل حديثي. أفضل يا ست كندي يا ست كلام. وأريد أن يكون بيتنا قريبا من بيت عمي. لا تكلكلكي، لا تتكلكلكي، لأنني قد أعطيت عموكي 1000 دينار من أجل تظبيط الخيمة. يعني عايز يجيب لي غاز ها يبقى طبيعي، أو بومبة ها يكون في اذن صرف قلب الخيمة كده يعني الدخلة. أتقصد ليلة البناء؟ ليلة إيه؟ البناء. ايه البناء دي؟ الدخلة ليلة. أيوة هي الدخلة دي اسمها الدخلة على طول دي. هذا هم جدا. عارفة الدخلة؟ نعم أعرف. أنا كنت مع شباب كوريج وكده. كل ما أعرفه أيوة أن الزوج والزوجة أيوة يجلسوا وحدهم داخل الخيمة أيوة ويجب عليهم إحضار طفل. عارف الطفل بيجي إزاي؟ لا أعرف. أنا عارف الطفل بيجي إزاي، ولكني سمعت من بعض النسوة أن الزوج والزوجة يجلسوا وحدهم معا داخل الخيمة أي الخلوة أيوة، ثم تضع الزوجة أيوة قدم زوجها في ماء دافئ. حلو برضو الريلاكسيشن ده، الريلاكسيشن. ثم يأكلوا معا أكلة معينة لهذه الليلة. عارفة دي أكلة الاتفاق، حلة الاتفاق دي. تنتفخ فيها بطني أيوة وأنجب طفلنا. ماذا؟ تنجب الطفل إزاي؟ تنتفخ فيها بطني وأنجب طفلنا. أيوة يعني من إيه يعني؟ أنت تنفخ وتجيب العيل إزاي؟ طعام الزعرب. طعام إيه؟ طعام الزعرب ينفخني وأنجب طفلنا. عمي هريسة قال لي ذلك. أمه زعرب؟ نعم الزعرب، طعام الزعرب ينفخ وأجيب عيل. نعم عمي هريسة أمه أنجبته هكذا. أنجبته هكذا؟ نعم. من الزعرب ده؟ ولا تحرجني لمبي الزعرب. أنت مكسوفة من إيه؟ ده إحنا بنتكلم بشوية خضار. طب بص بقى، أنت مش عمك هريسة جه من زعرب واحد؟ ها امك جابته من زهره بوعه. انا عاجلك في بيت الدخله معايا الزهربين. ليه يا بنت ده انت طلعتي انصري يا هند ان الدنيا تضحك لينا. انصري الى الكرم. نظرك بالكرم. اتقصد القمر يا لمبي؟ القمر. ايوه هو الكرم. القمر يا لمبي القمر. عشان كرم انه معوج. معوج. معلش يا عموس، سامحني كان نفسي اجيب لك حاجه معايا داخل بيدي فاضيه كده، بس ما لقيتش قدامي بقى غير اصنام وبلح، وانا لا بقبل الاصنام وانا بحب البلح. يا لمبيو يا ولدي، انت الان من البيت. ماذا؟ ولا يجب ان تحضر اشياء معك. فانت مقبل على زواج، والزواج مصاريف. طب ما احس كده بقى، ما هيا بقى وجوزني هنوده. اصبر يا ولدي حتى نسال عنك. يا عم انت لسه هتسال؟ ما انت خلاص شفت الدبانه اللي في دراعي وعتقتك انت وبنت اخوك، في ايه اكتر من كده هتتعرف عليها تاني؟ لا تنطق بهذه الالفاظ امام الالهه. الهه؟ يا راجل ده بيتباع عندنا في العتبه بخمسه جنيه وبناخد عليه حمار هديه كمان. وما هي الخمسه جنيه؟ عباره عن درانا واحد. الدران هنا ب 25 جنيه ولا بكام؟ بيعمل كده في مصر؟ بلى ولكني اصدقك القول يا ولدي. ايوه انني غير راض عما يفعله قومي، ولكني لست من الساده ولا أستطيع التغيير. أيوة. ولكني أعدك. أيوة. عندما أصبح من السادة سأغير أشياء كثيرة، سأمنع الخمر والميسر والأزلام وأهدم الخيام الحمر. طب تصدق كده بقى يا عمو، أنت هتبقى كده برنس. وما هو البرنس؟ فنبابة ببيع كاوي وركب. ولكني سأفعل أشياء كثيرة. سأعمل مشروعا خيريا يجعل الدين في قلوب العباد. أيوة
طب حلو ده. المهم انت في النهايه انت هتجوزني النوده ولا مش هتجوزني؟ لقد كنت اضحك معك، لقد سالتها ووافقت. وافقت وانا هتجوزك انت؟ هي اهم حاجه توافق. هي موافقه؟ هي وافقت. طب خلاص بقى، طب سمعونا بقى زرغوطه بقى. وما هي الزرغوطه بقى؟ الزرغوطه هي عباره عن لسان يضرب في الحلق فيخرج في حيحا. سنتزوج ونجلس وحدنا يا عماه. بقول لك ايه، فهمنا ان في حاجات بتحصل بعد القلع في ليله الدخله. نبات الزعرب اللي بتتكلم عليه ده مفيش كده. ازاي ده؟ هند ستدهشك في ليله الدخله. ارقصي له يا هند. انتوا كده كده واضح ان انتوا عندكم مفيش تربيه. البنات شارده كده وأي حد. طب هل بما ان الاخلاق عندكم كده، هل تسمح لي ان اقبلها قدامك؟ خسيت تعلم بي، اتجرؤ ان تقبلها امامي؟ عندما اخرج قبلها كما تريد. ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. وما هي الدعارة؟ الدعارة انظر يا نفسك وانت تعرف. هيا بنا، يلا بنا يا بنت، تعالى اوريك الضحيك. تعالى. ونعم التربية يا انت نمتي هنودة. اعطيني كبلة. نمبي نحن في ورطة. نمتي ورطة ايه وربطة ايه؟ احنا اعطيني كبلة. ده يا عفريت ده سيد زيتون. يا هريسة خادمك المطيع. شفت بقى خدام عنده؟ اعطيني الصوت. ملقوع في الزيت والفلفل الحار. جسوس، شفت جسوس؟ سأظل أدري. ما خطبك؟ لم أضربك بعد، لماذا تصرخ؟ أنا كده كده عبدالرب فتحسوبا يا سيد زيتون. سأجعلكم عبرة لباقي العبيد. أخذني يا لمبي. أخذني لمبي يا ست، ما أنا لازق جنبك أهو في الشجرة. وبعدين بقى يا جماعة حد كلم لنا مأمور اسمه قريش ولا حاجة. أتريد الماء يا لمبي؟ أبو الواجب. أنا أبو أمك. طب اسأل 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 هذه الفتاة، اسأل هذه الفتاة، اسأل. يلا سهم يا لمبي. أيوه أنا اسأل اسأل اسأل. يا عمي أنت عملت صفات بالنخلة وتعبنا، إحنا ليه طيب كده؟ الله أغثني يا لمبي. أغثك أنت اللي كنت ممكن تغثينا. إيه يعني ما كان هيطلب قبلة، قبلة وتعدي. عجبك اللي احنا فيه ده؟ انا بعد ده هروح اقعد معاه هناك مع الجواري. يا نفسي اللي هو عايزه. ما قلت لك مش عارف اعمل حاجه، انت هتقعد تندهيني من بطنك؟ انا لم اقل شيئا، الاصوات قادمه من بعيد. الاصوات قادمه من بعيد؟ ده مسلسل ده ولا ايه؟ يا نهار ازرق، انت كنت عايز تبوس كل دول ولا ايه؟ لا تخافوا فانتم في حنايتي. ماذا تريدون يا قوم؟ نحن في مصيبه ولن ينقذنا منها الا الليمبي. اجل، ولن ينقذنا الا هذا الشاعر العظيم. ايوه انا شاعر، انا هو بنشعر نشعر في قصايد بينا محترمينها. شاعر عظيم؟ هذا العبد الحقير لا يقوى على حمايه بعوضه. هناك قاطع طريق يسمى الأشرم، ولن يقدر عليه إلا عبدك يا زيدون. ولا يوجد حل إلا أن تفك وثاقه ليذهب لمقابلته بين الجبلين. وإذا لم أحل وثاقه؟ ما بقى هسن أنت شوية بقى يا حاج زيتون، وحتى لو حل لي وثاقي أنا ما روحش أغرب نفسي أنا وأروح أتخانق في منطقة غير منطقتي. أروح أتضرب بين الجبلين ليه؟ من واقف هنا اهو بتذل باحترامي. انت لم تخلق للعذاب يا لمبي. مين ولادي؟ اجل، فانت خير الرجال. ازيبت
إني أشعر بالغير عليك يا لمبي. إنهم النساء الميصات. أعطني قبلة لمبي. لا يوجد أمامك خيار آخر يا زيدون، إما أن تحل وثاقة أو سنقاطع تجاراتك ولن نحمي قوافلك. نحن مضطرون لذلك يا زيدون. لا. فيما تفكر يا رجل؟ حل وثاقة. لقد حطك في منزك. إذن قضي الأمر. حل وثاقة. هذا يا جسوس يا جسوس، لماذا هذا الخساسة؟ كنت ماشي جنب الجبل من شوية. لو كنت اعترضت لكانوا ربطوني في النخلة التالية. لكنه رجل ضعيف وفقير، أمشي بجانب الجبل. لمبي أغثني يا لمبي. أنا إيه بنت هو أنت تعدي هي حتى عاوزة تبوديها كل شوية؟ أما أنا جنبك أهو. الآن نريدك أن تذهب للقاء الأشرم بين الجبلين. ونروح أشرب بين الجبلين ليه؟ هو جاب لي المية ونزلها قدام بقي وقعدت انا اطلع لساني عشان اشرب انا والبيت، وهو ما استعجلش فيا وخد الميه وراح بعيد. اروح انا اشرب من الجبلين ليه؟ يجب ان تذهب له حيث ينصب في خيخه. يا عم ينفخ في خده زي ما ينفخ في خده، وانا يعني يهمني ايه ينفخ في خده؟ بس انا لو هعمل كده يبقى انا بقى ليا اذن شروط. سحقا سحقا، اصبح للعبد شروط. ها، الشرط الأول أشرب مية. أسقيه يا سيد زيدون. أهو لقد قال لك العفريت أسقيه، هذا العفريت الساحر. هات الماء. لبي أغفني يا لبي. بس 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 إيه ده؟ جملة منيلة اللي حفظها. هل من طلبات أخرى؟ أشل، أنا عايز أريد أن يعطيكنا أنا وهندودة. موافقون. وأنا جدك يا لمبي. الآن شدي، والأول كنت تمشي بجانب الحيط. اجعلهم يعتقونني وسأدلك على مكان الكنز. حقيقة أوعى تكذب. حقيقة؟ خلاص، وأريد أن أعطيك الهريسة. موافقون. ويعطوني السيف. موافقون. وأريد الحمار. موافقون. وأريد الترانيل. موافقون. وشعب بورتو مارينا. موافقون. وما هي البورتو مارينا؟ مزرعة للبط، مزرعة في بط في أغوار الصحراء جوا. وأنا عايز أسألك سؤال يا عم هريسة، هو أنت ليه لما بتشوف خلية اللي جابه أمي يعني بترسم على وشي علامة استفهام وتقعد تسأل فأنت ليه بقى؟ انت موجود ولا مشيت؟ ها ايه السحرة دي كلها؟ ها ده الواحد لو خد له هنا بتاع قراتين ثلاثة كده ويسقعهم يجي بتاع 1500 سنة كده لحد ما يخش كردون مباني هتجيب ملالين. اه والله، واحتمال تتعمل كيمباوند، تعمل فيها كيمباوند. ما فين قطاع الطرق اللي بيتكلموا عليهم دول شمال؟ يا نضار يا قطاع يا قطاع، شمالك ايها الاشوح، شمالك ايها الاشوح. مع السلامة عليكم. عمت صباحا يا ولدي. الله يخليك. ماذا تريد؟ والله انا كنت اريد ان انا اذهب لبين الجبلين. ولكن ما الذي يدفعك للذهاب إلى هذا المكان الموحش؟ يا حج يا حج يا حج، أرجوك أرجوك هتوسل إليك. أنا جاي في على الحمار ومتمخبط في قلب الصحراء ومطبط وشمس وأرض، فقول لي بقى بالراحة كده عشان قدر أنت كمان نفس داخل ويعالم هيرجع تاني النفس ده تاني ولا لأ. قول لي فين بين الجبلين. لهجتك غريبة، تحلى بالصبر يا ولدي، فمن واجبي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، بس انت قل لي. انا عندما كنت في مثل عمرك كنت احد اكبر سافك الدماء في الحجاز كله. لا بصراحه باين عليك ان الخربشه والحركات اوعى. لقد تبت عن الاعمال الاجراميه منذ 10 سنوات. لا بجد، طب انت بتشتغل ايه دلوقتي؟
لقد قمت بفتح متجر صغير لوأد البنات. ايه وأد البنات ده؟ نقوم بدفن البنات الصغار وهم أحياء لأنهم عار علينا. ده سلام على التقوى والورع. لا والله والله كلك بركة يا حاج، كلك بركة. مش عارف أقول لك إيه، إن شاء الله كده بإذن الله ربنا يكرمني وأخلف كتكوتة صغيرة آتي بيها ليك عشان خاطر تدفنها. قول لي أبوس إيدك أنا أروح كيف هناك عند الجبلين؟ كيف فاينة؟ إنك تهذي يا رجل وتثرثر؟ يا عم أنا اللي مثرثر؟ ده أنتوا اللي مثرثرين، ده أنتوا مخلصين على الثراثير اللي في الجبل كلها. قول لي أبوس إيدك إذا كنت أنت موجود وكائن حي قدامي، وإذا كان في بني آدم يعني، كيف أذهب هناك عند الجبلين؟ إنني أعلم جيدا إنك لن تلاقي هناك غير أعتى المجرمين، ولذلك يجب علي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، متشكرين على التحذير. قولي أنا أذهب هنيك، أذهب هنيك بين الجبلين، كيفك؟ ما دمت مصر أيوة سوف تسير في هذا الاتجاه مسيرة يومين. أيوة. ثم تنحرف يمينا. أيوة. ثم يسارا. أيوة. ثم يمينا. أيوة. ثم يسارا. أيوة. ثم إلى أعلى، ثم إلى أسفل، ثم يمينا، ثم يسارا، ثم إلى أعلى، ثم إلى أسفل. وهناك سوف تجد رجلا يدلك على المكان. والله لولا ان انت ابو مصر ولولا ان انت راجل كبير احطك كده عليه واقعد اعملك كده حاوي. اجري يلا اجري، خش جوه يلا. لهجتك غريبة يلا جدا، لهجتك غريبة يا رجل، لهجتك غريبة، لهجتك غريبة، حفظك الله. عماه عماه عماه، مصيبة يا عماه. ماذا حدث يا هندو؟ هل حدث مكروه للمبي؟ وأنا مرة بالصدفة على السوق قابلت جارية كليبة، وعلمت منها أن كليبة وزيدون اتفق سويا الانتقام من اللمبي، وأرسلوا للأشرم من يخبره بقدومه ليأخذ حذره. حفظتك الآلهة يا لمبي. لا تقلق يا هندو، فقد يستطيع اللمبي أن يتغلب على الأشرم ورجاله. إذا نجا اللمبي من قبضة الأشرم فلن ينجو بأي حال من الأحوال، من الرمال المتحركة. وألمباه وألمباه، قتلوك غدر يا حبة القلب، ألقوا بك في شر الطريق. والله لن أحب غيرك يا لمبي، فلو قطعوني إربا إربا قلبي ما يريد غيرك يا ابن العم. يا نهار اسود، نحمل ايه؟ الراجل ده، الراجل اللي قاعد في اول الخيمه ده بيسوق الخيمه ولا ايه؟ المطوه فين؟ المطوه. تخيل تخيل امي في المطوه. ياه لندي، برجال في قبيلة مستنياك. عشان عليك رح يا خيمة ما جابتش راجل، وتخيب يا في الرجل نفسه بالكشك اللي قاعد ده. تعال اعمل حاجة، طلع اصر الرجل. اوعى اعمل حاجة.
أنت يا رجل؟ ومن أي قبيلة أتيت؟ أنت من يا؟ أنت من كفار الرحاب ولا مدلش علينا؟ اصحى يا! كيف تجرؤ أيها الرجل أن تفعل ما فعلته بالأشرم؟ عشان أفرجك إن الأشرم في الأشرم منه، وأنا جاي النهاردة بوتس، أنا هشرم أمك النهاردة. لن تنجو بفعلتك هذه أبداً. يا بطل صياع يا بقى يا بطل صياع، تعملني فيها بلطجة وقطع طريق وهوب فوق وتحت والحركات دي؟ جالك اللمبي، اللمبي اللي ينزل للوجار ولا تطفي له نار، وأمك في العش ولا طار يا. أنت مجنون؟ أنا لا أفهم ما تقول. أقول لك أنني أبلطج عليك الآن، وأنت الآن عبد لي، ومن حقي أنني أقبلك من بوعك. لا لا لا، أنا لست امرأة، وهذا كل ما أملك. أيوة. أرجوك صدقني. أيوة. سعياد سعياد عليا يا ياد سعياد. بص أنا هاخد بعضي ها وأجيب كفار قريش هم اللي يتصرفوا معاك، وطبعا دول أنت عارفهم، لو لاحظ فيهم بات من غير عشاء هيجيب مراته ويحللها ويأكل هو وأولاده هم يا جمل. أتفهم؟ لا لا لا، إلا كفار قريش، إلا كفار قريش، إنهم أشرار. ما أنت كمان أشر من الشريرين يا. لا لا، أنا لست شريرا، ما هي إلا سمعة، أنا رجل صالح، صالح. حسد الزبيبة الأحسن، بس ده نعنية، أنا مش عارف أشوف من الزبيبة، والتقوى الله أكبر عليك. هما كلمتين وردي غطاهم، هقولهم لك في ودنك، ممكن تقترب؟ أريد. تعال، تعال. انتظر لحظة، لحظة واحدة. أبويا! لا تسلمني إلى أهل قريش، إنهم أشرار، ارحمني أرجوك. تعال هنا، تعال، تعال. أرجوك، تعال. أنقذني مما أنا فيه. أنا حسيبك. بس هعد لحد واحد، لو لقيتك قدامي هموتك. حاضر. واديني الخاتم ده على اساس ان انا اقولهم ان انا قتلتك. اتفقنا؟ تفضل. هات الخاتم. تفضل. تفضل. يلا خد الحبل ده. تفضل. واحد، اثنين، ثلاثة، اجري، جري. تفضل. يلا. تفضل. يلا. تفضل. انت لسه هنا؟ اجري. انا اجري. سأذهب ولن اعود الى يا مرض أخرى. المياتر والعشاق وطفي نار القرباء. أجمل الفحش والفضل. انظري إلى هند كم هي سعيدة. يا لها من حظ وافر إني أحقد عليها. وأنا أيضا. يا له من رجل شجاع. انظري إليه وإلى جماله، الصدر صدر فهد، والقلب قلب أسد، والفخذ فخذ جمل. لا تنظر إليه، إنه رجل. إيه إيه عمو الله، كانت فين الكبيرة دي كلها لما حدفتونا عند الأشرم هناك ككبش فدا يعني؟
ايه فاكرني عروس النيل انا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ اماكن لممارسه المجون. يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي؟ ده انت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا؟ كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الاشرم ده، واد الخاتم بتاعه دليل ان انا قتلته. مرحى مرحى الاشرم ده لما ثبته. اللعنة عليك أيها الليمبي، طبا لك، ليتني أجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك الليمبي. إيه يا عم؟ ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح. غزوه؟ لا أفهمك. غزوه يعني حطوا له السكينة في كلاوي. لا أما قول لي بقى الكنز فين بقى وأنت في المن في المفرق الأخير. حقا أين الكنز؟ لقد قلت أنك ستعترف بالنزعة الأخير وأنت الآن تموت. أين الكنز؟ أيوة كده حاسسين إن أنت مراتي وخايف على فلوس عيالنا. يا معشر قريش هيا بنا إلى بيت بني عريسة. هيا 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 هيا. لن أتركك لنا في مكانك. أنت بقى أريد مية؟ هاتي كوباية مية. سأحضر القربة. القربة؟ أنت هتسقي جمل بعود الكوباية. وما هي الكوباية؟ يا عم أنت فيك حيل ترعب؟ قاعد لسه هتعرف معلومات؟ ده أنت مسافر دلوقتي يعني. هتقول لي كوباية؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكوباية. أريده. إيه تاني؟ من 12 الظهر لحد العشاء وإحنا قاعدين قاعدة تشتغل أنت. أريده. أيوه. أريد شربة خمر معتق. شربة خمر معتق؟ أنت مصر إن أنت تموت كافر برضو؟ إيه يا عمو؟ قول لي الكنز فين بقى؟ خليني أخلص بقى. إيه يا عمو الديناصور بيخلص ولا إيه؟ طب قول لي زي ما أنت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا إيه؟ عمو ماذا؟ يا مش بنت العلامة العلامة خلاص الكنز. العلامة سكة الندى. المفتاح. ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا هنودة. الكنز؟ إذن هيا بنا. هيا بنا هيا. يلا هنودة هيا. السيد زيتون؟ هل فارق هريسة الحياة حقا؟ لا مكان له فاشا. إنه يفرفر بالداخل يا سيدي. إذن فقد قال لك عن مكان الكنز. أشر إنه قال لي على مكان الكنز. إذن أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود. ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب. إن عمي هريسة يفرفر بجانبه الكنز. هيا إلى الداخل. أسرع. لقد اعترف بحقكم وكان أن ليكم ذهب وألماس ويقوت خش جوه. يلا نوا فين دي بقى دلوقتي؟ الديانة اجري يا بنت اجري بقى. يا إلهي لقد هربوا بالسر وضاع الكنز. طبا ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟
ابحثوا عنه في كل مكان، لا تتركوا شبرا في المدينة حتى تعثروا عليه. احرقوا، دمروا، خربوا، لا تتركوا امرأة على قيد الحياة. شردوا الأطفال، وإن وجدتموه اقتلوه. هل أعجبتك؟ زيدون، أنت دائما تعجبني، لكن يجب أن نجد اللمبي حتى نجد الكنز. أنت انظر إلي، هل رأيت رجلا مسرعا مرة من هنا ومعه فتاة شابة؟ ماذا تريدون مني؟ نبحث عن اللمبي، هل تعرف اللمبي؟ اللمبي اسم عجيب عجيب، وماذا تريدون مني؟ نريد أن نقتله. إنه قوض سديد سديد. ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل، سيسلخ جلده. إذن اذهبوا إلى أبي ذهب، إنه أقذركم وثاقة. إنه رجل أبلة، وهكذا زوجته. هيا بنا، هيا بنا نبحث. هيا رجال. أعجبتني. ما يعجبني فيك دهائك. أعطني قبضة في الحنك. لمبي، نحن في المتواضع. اجري. حلمني. ماذا نفعل الآن يا لمبي؟ أقول لك على حاجة، الصنم ده هو اللي جاب لنا النحل والعرق. لا يوجد مكان آخر. أنا تخبي. أنا أشك في هذا الباب. ولكن كيف نخش إليه؟ نخش جواي. المفتاح يا لمبي. المفتاح. المفتاح. المفتاح ده.